السلام عليكم. احنا يدوزنا الدورة العادية وما توفقناش فيها وطحتنا الاستدراكية، وان شاء الله يا ربي كنتمنى التوفيق للجميع ويكون خير ان شاء الله. امتحان صراحة مطح صعيب شوية، وكنتمنى صراحة الاساتذة ياخذوا بعين الاعتبار ويتعاونوا معنا. علوم انسانية، امين يا رب. السلام عليكم. اليوم انا كنتواجد في مدرسه قضي عياد حيتاش ما توفقتش في الدوره العاديه، وعندنا استدراكيه ان شاء الله يا ربي يوفق الجميع اللي عنده استدراكيه الله يوفقه. وفي الفيزيك والمط صراحه جانا صعب، وشني اسمه الانجليزيه شويه، واليوم عندنا فلسفه. كنتمنى من ربي كل شيء يوفقه، الله يعطينا التوفيق والنجاح وربي يسهل علينا، امين. السلام عليكم. انا اليوم جينا باش ندوزو الدوره الاستدراكيه حيت ما توفقناش في الدوره الاولى، وكنتمنوا توفقوا في الدوره الثانيه، وكنتمنوا النجاح الجميع ان شاء الله. في المتناول الصراحه ما بيش، وامتحان المات كانت شويه صعوبه الصراحه، علوم فيزيائيه، وكنتمنوا التوفيق للجميع ويكون خير ان شاء الله. السلام عليكم. بوهيم انا انس نافع كذا، جينا ندوزو هاد الدوره الاستدراكيه في الثانويه القاضي عياد. هي جينا كتسمى بكري باش نشوفوا هيدا الاجواء كيفاش عاملينها، ونور الدين حتى هو كتسمى بريباري الامور. المهم امتحان زعما جا ساهل شي حاجه، ماشي صعيب بزاف، فهمتي؟ زعما باقي جوج، باقي فلسفه وباقي ياخور اجتماعيات، وبسيط زعما ماشي شي حاجه كبيره، فهمتي كيف؟ شي ديك كاين الدورة العادية. شغنقول لك داكشي ديال الله زعما، فهمتي كيف؟ الله اللي كيعلم شني كاين، فهمتي؟ هو كاين اللي كيخدم بزاف، فهمتي؟ كاين اللي كيخدم بزاف وكتجبرو في الاخر ما كيعمل والو، فهمتي؟ اللي حسب صحيح كاين بزاف تحاول، ان شاء الله كاين شي حاجة، ان شاء الله كاين كاين برك. انا شعبة العلوم الانسانية، ادب وعلوم انسانية. الله يكبر فيك، شكرا بزاف. السلام عليكم. انا واحد التلميذ كنقرا هنايا في قاضي عياد، جيت ندوز الاستدراكيه، وكنشوف بان هذا الامتحان هذايا اللي جا في الصباح شويه معقد صراحه، صعبوا معنا في هذا الامتحان هذا اللي طاوه هنا. كنا كنفضلوا زعما يسهلوا معنا في امتحان المات شويه، ولكن جينا جبرنا الامتحان صعيب على هذاك اللي فات. مي الحمد لله الخير فيما اختاره الله، هادشي اللي كاين الحمد لله. كنقرا في الشعبات العلوم الفيزيائيه، امتحان دوزنا امتحان المات، امتحان يعني هو اللي خادم مزيان يعني غايجي بنقطه مزيانه، ولكن اللي ما خادمش غايجي امتحان صعيب شويه. والمنهجيه الاواخر السنوات الاخيره تبدلوا بزاف المنهجيات، كتخدم امتحانات الوطنيه اللي فاتوا كتجبروا مسهلين على هادو ما صعبوهم بزاف، بدلوا المنهجيات وصعبوا امتحانات. السلام عليكم. انا جيت ندوز استدراكيه هنايا في القاضي عياد، صراحه الفرض كان عادي شي حاجه، ما كانش صعب من ذاك الدرجه، انما السبب اللي خلاني ندوز استدراكيه هو كاين واحد المشكل في التصحيح، يعني يظلمونا في التصحيح، فهمتي؟ صراحه كنشوف راسي كنت ديكتار، يعني كنت عنجح حيت اصلا قريب، كوز ديت شي 3 النقط في الماط، كوز ديت شي 3 النقط في الماط كنت عنجح صافي. هادشي اللي كاين اخي. بي سي خيار فرنسا صافي، هذا ما كان اخي ان شاء الله يا ربي الله يحفظك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.